في وداع 2018 تتفاجأ من أعداد الناس اللي فعلاً تحس أنهم مستائين جداً من هذا العام وأن الحياة كانت صعبة جداً عليهم، ولكن في الحقيقة والواقع ممكن تكون نتائج صادمة بالنسبة لكم، لأن الأساس هو المشكلة في الإنسان والزمن مجرد وسيلة لحساب الوقت. حواري اليوم في هذا الموضوع راح يكون مع مستشار التطوير الشخصي تراد باسنبل. منور تراد، انعكاس نورك. طب بداية، لماذا نعيب الزمان يا تراد والعيب فينا؟ الله. زي ما نقول دائما ما حد راضي عن 2018، ايش فيه؟ ما حد راضي، هذه احد الصيغ اللي تخلي الناس يفكروا انه كل العالم مستاء من الموضوع، وانا ماني من المستائين، مبسوط جدا من 2018 و2019. حتكون نتائج كل اللي سويته في 2018، كان بذر لافكار ولمشاريع ولاشياء، كل نتائجها باذن الله ستؤتي ثمارها في 2019. فكوننا نسمع ولا نقول كلمه زي هذه، فاحنا كاننا بنأثر على انفسنا وعلى كل شخص بيسمع انه والله الناس كلها مستاءة. انت بتسمع لمين؟ اللي بتسمع له بتسمح له يأثر عليك سلبا. يا اخي طب تعال اسمع اخبار ثانيه، تعال شوف في منشآت بتعطي للشباب قروض وبتدربهم وتعطيهم خدمات مخفضه، تعال شوف صندوق الجمعيات العموميه ولا التعاونيه، نص مليون ريال مجانا، خذها وابدا انت والناس مشروعكم كجمعيه، بعد سنه تقدر تحولها الى مشروع تجاري. واو اكزاكتلي. يعني تخيلي كميه ودعم من الحكومه وصندوق السيادي السعودي محقق ارقام ورضا المستهلك السعودي في نسبه عالميه، المركز الرابع مدري الثالث. ليش جالسين نسمع للناس اللي بتشتكي؟ ما احنا شايفين الناس اللي حققت انجازاتها وابدعت فيها وانتقلت نقلات نوعيه فيها. جميل. طب برايك تراد، هل نقيس نجاح الشخص بناء على انجازاته هو ولا على انجازات العام؟ الآن خلينا نقول السعادة أن تستزيد وتعطي. إيش اللي استضفته أنت وأضفته لنفسك، وكيف استفدت منه ونقلته للناس؟ أنا كون إني أكون سعيد إني حطيت هدف حققته استمتعت فيه وأنا بصحتي، هذه سعادة. حتى لو كان شيء بسيط، أنت كنت بتقدم برنامج، وأفتكر قبل ما توصل لروتانا خليجية كيف كان الموضوع، أنا هدفي تلفزيون وكنت تقوليها وصلتي، هل انت مستمتعه في الموضوع وعايشته بصحتك الحمد لله وبتبدع فيه كل ما لك تطوري؟ فالفكره مثل هذا القياس، انه ايش اللي ممكن اعمله السنه؟ ترى هي نفس الايام حقتك، احد اثنين ثلاثة اربعة خميس جمعه سبت، ما تغيرت. بس البدايات دائما لها طعم، اول ما تبدا برنامج، اول ما تشتري سياره جديده، كل حاجه جديده تبغى تكون لك دفعة إنك تعمل شيء مختلف، إنك تنطلق انطلاقة جديدة. صحيح. طب نحن سألنا الناس تراد عن الإنجازات اللي حققوها في عام 2018، خلونا نشوفها في الفوكس بوب ونرجع لكم. والله 2018 يعني مليئة بالأشياء اللي حفتكرها طول العمر إن شاء الله، منها أني تخرجت الحمد لله من الجامعة شهادة هندسة، وأيضاً توظفت أول وظيفة لي، في نفس الوقت الحمد لله اني تزوجت، يعني كملت نصف ديني في 2018 برضه. كنت من القاده المساهمين في تنظيم حدث تيدكس كيو في جامعه الملك عبد العزيز تحت تنظيم عماده خدمه المجتمع والتعليم المستمر، والحمد لله يعني حاسس بانجاز كويس. والحمد لله امي تشافت اول شيء من سرطان الثدي، نحمد الله ونشكره. وفي بدايه 2018 يعني ربي رزقني بوظيفه كويسه الحمد لله. نحن في كليه الاقتصاد والاداره في جامعه الملك عبد العزيز، عندنا فريق اسمه المحاسبه. من الاشياء اللي سويناها، سوينا استراتيجيات وسوينا عقود مع شركات كبيره من في المحاسبه. اهم انجاز واكبر انجاز ولله الحمد، خلصت كتابي الاول، كتابي الثاني عفوا، الشق الاخر، في نهايه 2018 قبل شهر تقريبا. والله الحمد لله تخرجت من الجامعه من كليه الحقوق. يعني تخرجت من الجامعة بتخصص أحبه، تخصص علم النفس، وتدربت وإن شاء الله أسعى أني أكون أخصائية نفسية شاطرة. السنة هذه بالذات سويت الحمد لله مشروع كذا بسيط، ملعب كورة، والحمد لله يعتبر يعني أهم إنجاز اللي سويته لي، يعني كحاجة استثمارية استفيد منها. كتابي ركوة حب، أني ألفت الكتاب، أني أنا أنجزته، كان إنجاز كبير في 2018. ملكت وبعدها تزوجت وتخرجت، فهذه افضل انجازاتي كانت. اهم انجاز صار لي في 2018 هو انه انقبلت في منتخب السعوديه للجوجيتسو. في
رود ايش رايك؟ انا شايفه زواجات كثيره صارت بس 2018، ايش الموضوع؟ احد القنوات سالت سؤال كان ايش أسوأ حاجه حصلت لك في 2018، وشوفي الاجابات، والمذيعه بتقول ليش الجماعه السلبيه؟ سلبيه لانه السؤال سلبي، هنا نفس السؤال اللي بنقوله لنفسنا، ايش الاشياء الجميله اللي صارت؟ يعني الى ابسط ما ممكن ان يكون، انا اعرف احد مصوري روتانا مثلا مو هنا في احد المدن، بدأ مشروعه الخاص وصارت روتانا تستقطبه في مناسبات وبمبلغ أكبر من اللي كان يأخذه كراتب. ما يهم أنت مين ولا فين موقعك ولا فين مكانك، أنت إيش الهدف اللي تبغى توصله؟ جميل. سمعتي الأهداف اللي تخرج واللي تزوج، هدف حققته مستمتع فيه وأنا بصحتي. ففي نقاط لمياء إذا تحبي يعني مختصرة، خلينا نقول وقتك، أنا اليوم أو بالأصح أمس جاني تقرير حق الآيفون، في طريقة ممكن تقبليها، يروح يقول لك كيف استخدامك طول الأسبوع لجوالك. أنا صعقت أمس 5 ساعات في اليوم على الجوال، في منها أشياء أنا بدخل أونلاين كورسات وكذا، بس أكثر وقتي على سناب شات وعلى الواتساب وعلى تويتر. فقلت لا، حقيقي من الآن لازم أبدأ، لأنه ساعة في اليوم تعادل شهرين تفرغ، لها حسبة. ساعة في اليوم لمدة سنة تعادل شهرين من التفرغ، كأنك أخذ تفرغ، إجازة من روتانا، إجازة من عملك، إجازة من كل شيء، ومتفرغة لشيء تعمليه لمدة شهرين. هذه ساعة في اليوم، 5 ساعات هتطلع 10 شهور، هنتحر. إيش الموضوع؟ أنا إيش سويت فيها؟ في المقابل كيف لو عرفت أركز على أهداف معينة أحطها في 2019 وكيف ممكن أوصلها؟ إيش الخطوات اللي أحتاج أعملها فيها؟ جميل جدا. طب تراد، عندنا تقرير عن أهم الأحداث اللي صارت في المملكة العربية السعودية لعام 2018، رأيك تقدم لنا التقرير؟ يلا قدم التقرير عشان نطلع. شاهد الإنجازات الرائعة اللي حصلت في عام 2018، كيف ممكن لك يكون دور فيها في 2019؟ جميل جدا، نتابع. عام 2018 في المملكة العربية السعودية لن يكون كأي عام مر على المملكة، إذ شهد أحداث كبيرة ربما تغير في شكل ومستقبل السعودية وأبنائها. خلونا نتعرف على بعض أبرز الأحداث والفعاليات اللي مرت علينا هذا العام. المرأة تقود السيارة في شوارع المملكة. بدأ فعليا تنفيذ الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، حيث قادت المرأة سيارتها في شوارعها في يوم 24 يونيو من عام 2018 ميلادية. ظهور دور السينما في المملكة. من بين القرارات التي ظهرت في المملكة عام 2018 قرار منح تراخيص لفتح دور السينما بالمملكة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي منذ مطلع عام 2018. بطولة ABB فورمولا E الدرعية. نظمت الفعالية كل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الدولي للسيارات في محافظة الدرعية بالعاصمة الرياض، ويعد سباق الفورمولا E بداية أولى مستقبل رياضة السيارات، وأقيمت الفعالية في قرية الفورمولا E من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات المنوعة الثقافية والترفيهية والتراثية وحضور الفنانين العالميين والعرب لإحياء حفلاتهم في الفعالية. نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة. أقيمت الفعالية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لفئة الوزن المتوسط، والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة، وجمع في الفعالية الملاكمين البريطانيين جورج غروفر بطل رابطة الملاكمة العالمي، وكالم سميث حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي الماسي، كما ضم عددا من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبد الفتاح جليدان وزهير القحطاني. منافسات رويال رامبل. أقيمت فعالية منافسات رويال رامبل مرتين، الأولى في مدينة جدة في 27 من أبريل عام 2018، واحتضنتها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسط حضور جماهيري كبير، والأخرى كانت في العاصمة الرياض في استاد جامعة الملك سعود في 2 نوفمبر 2018 ميلادية. هذا العام شهد كثير من الأحداث في المملكة وخارج المملكة، حبينا نسلط الضوء على أبرزها داخليا. ويلا سلام، عنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. صراحة إنجازات هائلة لعام 2018، وأكيدين بأن القادم راح يكون أكبر وأضخم وأجمل بإذن الله. بس تراد، إيش رأيك تقول لنا كلمة أخيرة لعام 2018؟ في الختام
يعني على تويتر كنا بنتكلم اليوم فيديو عن إيش الخطوات اللي تأخذها كدروس من 2018 وكيف تكون نقطة انطلاقك ل 2019. ومن التقرير هذا نرجع نقول الفرص لا حدود لها إذا بحثت عنها، والأعذار لا نهاية لها إذا بحثت عنها. ما حتلاقي حتلاقي لنفسك ألف عذر. فالفكرة أنه مرة ثانية عشان لا تقول اكتئاب وناس وخلينا واقعيين، جوالك طيارة وكل الأشياء دي كانت بالنسبة للناس شيء مجنون، الآن صار واقع. فكرتك شوف مين تكلم فيها، انطق فيها، شوف الناس اللي ممكن يساعدوك فيها، بكرة حتكون واقع. هذه 2019 القادمة. صحيح لك. فعلا كل عام أنت بخير. طراد باسمبا شكرا لك على خدومك اليوم، ونتمنى لك بس. أكيد أستاذ تركي شبرانيا أو معالي الوزير ألف مبروك، الثقة الملكية الرائعة، وهذا دليل مرة ثانية تميز تستقطب أنجز، الناس حيقولوا لك تعال نبغاك. أكيد طبعا شكرا لك طراد، وأكيد مشاهدينا لازم تستمتعوا بالساعات القليلة لعام 2018 وتدخلوا إن شاء الله للعام الجديد بكل نشاط وتفاؤل بنفس الوقت، وتفاؤلوا دائما، وأشوفكم بكرة على خير، وأقول لكم إن شاء الله أيضا سنة جميلة للجميع. ورح نختم بدي جيبانا.